سلم المدير العام لقناة الفلوجة الفضائية الدكتور عمر راغب زيدان درع الوفاء لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي تكريما لجهوده الكبيرة في دعم الصحافة العراقية. واستقبل اللامي الدكتور زيدان في مقر نقابة الصحفيين العراقيين في العاصمة بغداد، وبحث الطرفان سبل تسهيل عمل الصحفيين وجهود النقابة في دعمهم وتقويم عملهم. كما أشاد الدكتور زيدان بجهود النقيب التي يبذلها في متابعة عمل الصحافة والصحفيين.